station visitors are once per month. السلام عليكم. اليوم سنتطرق إلى فيلم إثارة والسيرة الداشية Escape from Pretoria عن قصة كل من تام وستيفن وليوناردو من إخراج فرانسيس نان وتأليف كل من فرانسيس نان وإل إتش آدامز وقد أصدر سنة 2020. Boys with guns. From lock up until door. Always a first time. It's my duty. جوهر الفيلم يتكلم عن العنصرية الدائرة بجنوب إفريقيا ضد السود الأفارقة في السبعينيات من القرن الماضي. Everybody comes in here and they're going to break out of here by next week. We have to do it. You want to make key with pencil and drawing paper? That's too crazy. تدور أحداث الفيلم حول شخصية تام وستيفن اللذان سيناهضان العنصرية ومحاولة إيقافها بأي طريقة بدءا بانضمامهم إلى حركات ثم بعد ذلك بنشر منشورات بين الناس تدعو لوقف العنصرية لكن الشرطة تقبض عليهم بتهمة الإرهاب وترسلهم إلى سجن بريتوريا تام جينيكن تم الحكم عليه ب 12 عاما أما ستيفن لي تم الحكم عليه ب 8 سنوات تام بحكم عبقريته سيفكر في إيجاد طريقة للهرب من جحيم بريتوريا ما سيجعل القدر يراقيه برجل يدعى ليوناردو يتعاون ثلاثتهم في إيجاد طريقة للهروب وملاقاة الحرية أخيرا تام سيجد أفضل طريقة للهروب مع صديقيه وذلك عبر صنع مفاتيح خشبية لكل باب من السجن حاولوا مرارا وتكرارا مرورا من خيبة الأمل إلى النجاح تلاعبوا بحراس السجون ولم تكشف خططهم وبالفعل نجحوا بصنع العديد من المفاتيح الخشبية التي كانت كفيلة بهروبهم من السجن أخيرا الفرحة غمرت قلوبهم وناشدوا الحرية لكن رغم ذلك لا زالوا في خطر فبمجرد هروبهم غادروا المنطقة إلى هنا تنتهي أحداث الفيلم ليذكروا في خلاصة أنهم عبروا الحدود لتكون وجهتهم الأخيرة لندن وهناك انضموا مجددا إلى الحركة واستمروا في مواجهة الفصل العنصري ظلوا هاربين حتى تم الإعفاء عليهم سنة 1991 وقد صنفت أكبر مطاردة في تاريخ جنوب إفريقيا. You didn't do anything. We are prisoners of conscience. What's different for us? من ناحية الإخراج أبرز لنا المخرج عبقرية تام جينيكن التي أبدع فيها الوجه المعروف بهاري بوتر الممثل دانيال رودكليف بالإضافة لممثل الأسترالي دانيال ويبر الذي أدى شخصية ستيفن لي أما شخصية ليوناردو فكانت من نصيب الممثل الأسترالي مارك ليونارد وينجر الفيلم من إنتاج عدة شركات أبرزها ساوث أستراليان فيلم كوربوريشن باسم طاقم قناة كلاب نشكر كل متابعينا الأعزاء على حسن المشاهدة ونتمنى أن نبقى على حسن ظنكم ولدعمنا على نشر فيديوهات جديدة نتمنى أن يبقى تحفيزكم لنا مستمرا بالشير وسبسكرايب وأخيرا وليس آخرا شعارنا الجديد دائما.